ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كتير منكم قوي طلب مني ابديت على التيجو 7، بقالها شهرين بالظبط وعاملة 5000 كيلو. هديلكم ابديت حالا عن العربية، وهناخد كمان اراء المستخدمين الاساسيين للعربية والمنتفعين منها، يعني زي ما بيقولوا، او اللي يعني مقضيين وقت فيها طويل. طيب شهرين، 4900 كيلو. مازال نبتدي بالسلبيات. مازال ناقل الحركة بالنسبة لي هو أغبى ما في العربية. ليه؟ حكيتها لكم قبل كده كتير. العربية مجرد ما بتبطئ السرعة وتنزل لسرعة مثلا 10 15، هي لسه في التاني ومفروض تنزل في الأول، ما بتحبش تنقل في الأول، فعلى طول أنا بضطر أنقلها. ليه؟ لأنها على مطلع بتلاقيها هتكركر طبعا، هتخسع يعني او هتسقف. وحتى وانت مثلا بتعمل يوتيرن، شرحتها لكم، تلاقي وانت بتخلص اليوتيرن لازم افضل ادوس فرامل شويه واهديها خالص عشان ارغم الاول ينزل، بس ساعات ده بيخلق ازمه في اليوتيرن نفسها. فهي العزم مع عدد لفات الموتور اللي واطي تحت 1500 1700 مش حلو خالص، يعني مش كويس. فما زالت نفس الشكوى بالظبط، هي ان انا دايما بضطر ايه انقل للاول يدوي، ان انا اجيب ناقل الحركه على اليمين وانقل. وحتى الحته دي برضو ما بتعملهاش كويس قوي، ناقل الحركه في المود اليدوي على بال ما بيستجيب برضو مش كويس. يعني هي التكويد بتاع ناقل الحركه كله على بعضه محتاج اعاده نظر، بالذات ان هو مفروض ايه يرغم الاول في مواقف كتيره اكتر بكتير من كده، مش التاني. فدي واحده من المشاكل الرئيسيه اللي عندي مع العربيه. خلينا احنا بنتكلم على السلبيات. يمكن دي السلبيه الوحيده اللي ممكن يعني حاضر اكتر حاجه في دماغي، لان دي اللي انا بتعامل معاها اكتر، يعني بتعامل معاها كتير في اليوم، انها يوتيرن الاقيها لسه في التاني وعايزه تسقف، لما تسيسها بشويش قوي برضه بتبقى عايزه تسقف وتكركر وتهبل، لان العزم من تحت واطي جدا، ودي مش حاجه كويسه. الحاجه التانيه هي الفرامل. هي مش تعليق سلبي على قد ما هو ملاحظه كنت قلتها لكم برضه، يعني انا الحقيقه رايي من الاخر كده ما اتغيرش خالص. الفرامل مفروض في حاجه اسمها فرامل بروجريسيف او تدريجيه، يعني اول دوسه بتدوس وكل ما بتزود الدوسه مفروض ايه بتتفاعل اكتر وتفرمل اكتر. هنا الدوسه الاولانيه كويسه جدا، لكن لما بزود الدوسه ببقى متوقع انها تفرمل احسن، ما بتفرملش بنفس الجوده، لازم تتقل رجلك شويه. فالفرامل الطريقه اللي هي معموله بيها ما هياش بروجريسيف. يعني ايه مش بروجريسيف؟ يعني ما بتزيدش الزياده اللي انت متوقعها مع الدوسه، المفروض تزيد اكتر من كده لما بتطول الدوسه او تتقل رجلك على بدال الفرامل. فدي واحده من الحاجات اللي انا برضو بشوفها ايه نقوزه، هي مش قصه كبيره. طيب الاستهلاك، دخلنا كده في الحته بتاعت استخدام العربيه، سيبكم بقى ما يقعدش يعني عيب او حاجه. الاستهلاك بتاع العربيه، انا عامل رحله حاليا، انا في العين بي، عملت رحلة 140 كيلو، والسرعة انتوا عارفين طريق مصر اللي هو العين السخنة ده 120، بس حتت فيها زودت شوية كتير شوية او غالبية الطريق شوية، بس ما زودتش عن 140 145. متعملوش كده، مسافر بدري جدا والطريق فاضي خالص وخلاص، يعني غلط. كنت عايز اعرف بس الاستهلاك. الاستهلاك بتاع الرحله كلها كان 8.6 من 10 لتر كل 100 كيلو، والعربيه عامله 5000 كيلو. انا متوقع انها لما نوصل مثلا 10000 ممكن الاستهلاك يتحسن. الاستهلاك ابتدى يتحسن شويه، ابتديت افهم العربيه اكتر، فبرضه حسن الاستهلاك. ولكن لازم برضه اقول لكم حاجه مهمه قوي، ال 8.6 من 10 اللي بتطلع لك على شاشه الكمبيوتر او الشاشه بتاعت العرض بتاع لوحه العدادات هي مش دقيقه قوي زي كل العربيات. يعني لو حضرتك رحت مليت التانك وفضيت، يعني فضيت التانك ومليته من جديد، هتلاقي الاستهلاك الواقعي لو انا كنت عامل بيها المتوسط عشان تبقوا عارفين قبل السفريه دي بتاع 8 لتر لكل 100 كيلو، ده المتوسط اللي انا عامله. انا بلاقي الفعلي اللي هو لما بتملى بنزين وتشوف العربيه عملت كام كيلو، مالكش دعوه بالعدادات، بيطلع 8.3 من 10، يعني مجليين شويه لانه طريقه الحسابات مش دقيقه قوي. هقول لكم ليه؟ لما بترفع رجلك من بدال البنزين ممكن تلاقي الاي اف سي اللي هو الانستنت فيول كونسامشن، الاستهلاك الحالي، يوصل زيرو. هو اكيد مش زيرو، ما في بنزين لسه داير، فدي مش دقيقه قوي. هي دي اللي بتخلق الغلط ما بين هنا وهنا.
نيجي على الحياة اليومية فقلت لكم الاستهلاك. الحقيقة الكراسي مريحة جدا، العربية مريحة جدا، ابل كار بلاي فيها بيشتغل كويس جدا، نظام الصوت زي كل العربيات الصيني، السماعات ضعيفة محتاجة تتطور، عجلة القيادة عجباني لأنها كهرباء وخفيفة ولذيذة، والثبات العام بتاع العربية مازال رأيي فيه ما اتغيرش، يمكن اتحسن شوية ان هو جيد لجيد جدا الثبات بتاعها الميكانيكي. والاي اس بي ساعات بيعك لو دوست بنزين زيادة وبيفرمل العربية بزيادة، يعني بيستهبل بس بتدخل، لكن يعني بخلاف كده لا، العربية ثابتة قوي على السرعات، عالية نسبيا بالنسبة لعربية زي دي. و يعني عامة أنا مش مضايقاني، بالعكس بسطاني التجربة بتاعتها، بسطاني، والتعليق بتاعها موزون جدا ما بين إن هو مش طاري زيادة، ما هوش ناشف، العربية التعليق بتاعها موزون جدا. طيب أنا أقول لكم رأيي في التكييف بما إني قاعد في وش العربية، فأنا ما زال التكييف بالنسبة لي تقييمه ما بين جيد وجيد جدا، ما يوصلش جيد جدا، هو في النص. واللي كانوا بيسألوني على الأيام الحر الشديد اللي هي ما زلنا فيها 40 41 42، لا بتفرق لو راكن العربية في حتة ظلة، ولكن تكييف العربية بالنسبة لي جيد مش وحش. دي ملاحظاتي أنا. والكنبة عجباني والراحة كلها عجباني والرؤية، المزال تقييم العربية جيد جدا. أقول لكم رأي واحد من أهم الأعضاء اللي مقضي وقت كبير في العربية، أستاذ كريم، تعالى اتفضل معانا في النص هنا. أهلا كريم، إزيك؟ إيه الأخبار؟ Hello. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ كله كويس. تمام؟ طيب احكي لنا أولاً، نسألك عن رأيك بما إنك مقضي تلات أرباع الوقت هنا على الكنبة، وإحنا أنت عارف أنت شكوتك أنت بتشتكي إن أنت ما بتركبش الكوادريفوليو، أنا بطلت تركبها تقريباً، هناخدك فيها لفة أو اتنين أو تلاتة حسب خمسة. خمسة حسب التسهيل. طيب قولي إيه رأيك في العربية من المكان اللي أنت قاعد فيه؟ يعني أنت إيه إحساسك؟ هنا وهنا كويس قوي، بس في النص مش قوي. القعده اللي في النص، طبعا ما يبص دايما انا قاعد هنا دلوقتي كتير كتير من العربيات القعده اللي في النص مش حلوه، لكن الكراسي مريحه اللي انت قاعد فيها، الجلد بيلسع مش كده؟ الجلد ما بيلسع. طب تمام، قول لي بالنسبه لرايك في التكييف باعتبار انت قاعد ورا. لا هي كويس، التكييف كويس ممكن. والفتحات دي شغاله بتجيب هوا ولا بتكح؟ لا بتجيب هوا. بتجيب بتجيب هوا كويس. طب ماشي، عندك اي تعليقات مش كويسه او يعني حاجه مش كويسه عجبك في مش عجبك في العربيه؟ ايه اللي مش عاجبك؟ الهاندلز دي مالهم؟ الفتح هي الباب سخنه قوي. عشان كروم. ما هنعمل ايه بقى، عشان شيك. كنت عايزه بلاستيك رخيص ما يلسعش، انا فاهم قصدك. بس دي ملحوظه كويسه برضه. طيب فانت التكييف بالنسبه لك كويس مقارنة بالتيجو 3 اللي قبل كده، احكي لي. احسن بكتير. احسن بكتير؟ ده انت بتقولها بحرارة. احسن بكتير ليه؟ علشان التكييف و فتحات التكييف اللي ورا والكراسي وفي حاجة تانية عاجبك؟ ايوه انا عارف دي البانوراميك روف بيعجبك ليه؟ لانه بيدي لك احساس كده بالسما. استاذ كريم شكرا جدا. اوكي، وعلى اساس القرارات العربيه كلها بتتاخد، يعني العربيات اللي هي بتبقى يعني بنستخدمها في الوقت ده في المشاوير العائليه المتكرره والهبد، بس ده رايي في العربيه بصراحه، وراي كريم برضو في العربيه بصراحه جدا. لو عجبكم الكلام ده اشكره جدا الاستاذ كريم، واعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل بعد 6 شهور اديلكم التقرير بعد نص سنه بس كده. سلام.